برد 55 جرب. عليه المعلومات واردة الكاتبة الإقليمية الدرك الوطني بالسوقر مجموعة يارد مفاد عزب شبكة إجرامية تمرير شحنة من الأقراص المهلوسة عبر إقليم الكتيبة. واستغلال لهذه المعلومة تم وضع خطة محكمة لإطاحة بعناصر الشبكة، حيث تمكن أفراد الوحدات الكتيبة من توقيف شاحنة، وبعد تفتيشها عثر على متنها كمية من الأقراص المهلوسة تقدر ب 75 ألف قرص مهلوس نوع بريغابالين، إضافة إلى كمية من الكوكايين والكيف المعالج. استكمال التحقيق تمكن من تفكيك كامل عناصر الشبكة والمقدر عددهم ب 11 مشتبه فيه، وحس 12 مركبة مختلفة الأنواع. قدرت القيمة المالية لجميع المحجوزات ب 24 مليار سنتيم. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد إتمام جميع إجراءات التحقيق.